قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. سوزان صالح. سوزان صالح بنت صلاح قابيل، المنسية والمجهولة، أتقنت دور الفتاة الرقيقة، واختفائها كان مفاجأة في ذاكرة السينما. كتير من الشخصيات اللي اتكتب ليها النجاح وأصبحوا مشهورين، وفي نجوم الصف التاني اللي كتير مننا يعرفهم بس أي تفاصيل عن حياتهم مش معروفة، وفي فنانين ظهروا واختفوا من قبل ما يحققوا النجاح المتوقع. والفنانة سوزان صالح بطلة حلقة النهاردة هي واحدة من فنانين كتير جدا ظهروا واختفوا فجأة بظروف غامضة، والنهاردة هنسلط الضوء على حياتها اللي مش معروفة، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. سوزان صالح من مواليد القاهرة، ولأنها فنانة منسية فقاعدة بيانات السينما ما اهتمتش تعرف سنة ميلادها أو أي بيانات تخص ميلادها، أما بدايتها أو إزاي دخلت الفن فبرضو ما يختلفش كتير عن بيانات ميلادها، فهي مجهولة تماما. بس لما فتشنا في أي حوارات أو أحاديث صحفية أجرتها الفنانة المنسية سوزان صالح، اكتشفنا إنها خريجة معهد السينما، ولكن حياتها المخفية خلت الأقاويل والأخبار حواليها تبقى مش دقيقة. ففي مجلة كانت منزلة خبر عن ميلاد نجمة جديدة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية واسمها سوزان صالح، وسواء إنها خريجة معهد سينما أو المعهد العالي للفنون المسرحية ده مش هيغير من حياتها الفنية. من الأخبار الغلط المنتشرة حوالين الفنانة سوزان صالح إنها بدأت الفن في فترة السبعينات، بس الحقيقة إن أول ظهور لها كان في سنة 1980، بالتحديد كان في فيلم غاوي مشاكل مع الفنان عادل إمام والفنانة نورة، عشان تبدأ رحلتها الفنية من أول الثمانينات لحد نص التسعينات. قدمت من خلالها حوالي 40 عمل فني أو أزيد بشوية، والأعمال اتنوعت ما بين السينمائي والتلفزيوني والمسرحي وكمان السهرات التلفزيونية. والأعمال اللي قدمتها ما بين صديقة البطلة أو بنت البطل أو الفتاة الطيبة، كانت بنت صلاح قابيل في مسلسل بكيزة وزغلول، ويعتبر أشهر أعمالها الدرامية. أما أشهر أعمالها السينمائية كان فيلم النمر والأنثى في دور بنت القماش المزيفة، وبرغم إنها ظهرت في أول الفيلم في مشاهد بسيطة بس قدرت تلفت الأنظار ليها. قدمت أعمال تانية زي فيلم الصعيدة جم في دور هدى، ومسلسل اللقاء التاني، وفيلم مدام شلاطة، وفيلم آخر الرجال المحترمين، وفيلم حب في الزنزانة في دور زوجة سامي حسن، وفيلم العرافة صباح الخير بالليل، وفيلم المشاغبون في البحرية، وكان آخر ظهور ليها في منتصف التسعينات في السهرة التلفزيونية حكاية سهى. وبعد ما كانت في عالم الأضواء والشهرة لأكتر من 5 سنين، قررت الفنانة سوزان الاعتزال والابتعاد عن الفن والأضواء. ووقتها انتشرت الأخبار أن الفنانة سوزان صالح قررت الاعتزال لأنها ما قدرتش تثبت نفسها في المجال الفني، بس في أخبار تانية قالت أنها تزوجت واحد من خارج الوسط الفني وقررت الاهتمام بحياتها الخاصة، وخصوصا أنها كانت هتسافر خارج البلاد وبالتحديد لأمريكا عشان تنتهي مسيرتها الفنية القصيرة، وتصبح الفنانة سوزان صالح فنانة منسية وتنضم لقائمة الفنانين المختفين. كان معاكم رشا رجب.